Je m'appelle Ilham Ghattas, je suis master coach. إلهام غطاس الخبيرة في التنمية الذاتية شكرا لك على جميع النصائح اللي قدمتيها لينا. شكرا وغير كنسمعوا كنحسوا بالإيجابية إلهام كوني على يقين. وبالأمانة فقط نبغي نوصل لك سلام المستمعات والشكر ديالهم لك الكبير والكثير إلهام. مجموعة المستمعات اللي بالحرف قالوا لي أن صوتك وطريقتك كيفاش كتخلينا أنك تحفزينا نسمعوك جميلة و كتدخل وكتوصل من القلب. حنايا فرحانين لاننا اليوم كنستضيفوا فيه واحد السيده مغربيه اللي هي كتعكس مجموعه ديال السيدات المغربيات اللي بداو المشاريع ديالهم في اطار المقاولات الصغرى والمتوسطه. وهذا حنا كنعرفوا على انه مجال اللي الحمد لله بزاف العيالات في المغرب قدروا يحققوا من خلاله الاستقلاليه والاستقرار ديال الاسر ديالهم. ضيفتنا ايضا هي ناشطه وفاعله جمعويه، غادي نتعرفوا عليها اليوم اكثر.